ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين النهارده، ولو مش مبسوطين فان شاء الله بعد الفيديو ده هتكونوا مبسوطين. في فيديو النهارده هفرجكم مشترياتي من شي ان. انا طالباها بقالي شهر ونص ودلوقتي اللي وصلتني، فقلت اصورها لكم بقى. والمره دي انا عشان اول مره اطلب من شي ان، واول مره كمان اجرب الجروب اللي جبت منه، فعشان كده جبت 4 قطع بس. فهفرجكم قطعة قطعة وهكتب لكم سعرها بالمصري وبالدولار على الشاشة، وكمان هحط لكم لينك الجروب اللي جبت منه في الديسكريبشن بوكس، وكمان هحط لكم لينك كل قطعة برضو في الديسكريبشن بوكس عشان لو حد عايز يجيب اي حاجة في الحاجات دي. فيلا بينا نشوف القطعة مع بعض. اول حاجة لاحظتها انه مش كل حاجة بتيجي في كيس لما تطلبي من جروب، لكن لما تطلبي من الموقع نفسه بيجيلك كل حاجة في كيس. تقريبا هما بيحبوا الكياس بتاع شي ان. هي اكياس حلوة بس يعني برضو يا جماعة هاتوا الحاجة في كياسها مش كده. فدي اول حاجة جبتها اللي هي الشنطة الحمراء دي. بصوا هو ده شكلها، مساحتها او حجمها حلو ومساحتها من جوة كويسة برضو. بيجي معاها دول، هحط لكم صورتها وسعرها بالدولار وبالمصري برضو على الشاشة، ولو لبستها او طقمت لها حاجة برضو هحط لكم صورها. فتعالوا نركب ده. هي معاها سلسلتين، اول حاجة دي الصغيرة تقدري تمسكيها كده او تمشي بيها كده. يعني هحاول ابين لكم درجة اللون بتاعها لانه مش دي الدرجة خالص، هي لونها احمر غامق شوية. هي السل مش نفس اللون بالظبط بس يعني برضو اقرب شوية. هي لونها احمر حلو، مش بينور زي ما باين لكم كده، مش عارفة اقول لكم ازاي يعني، بس هي كويسة وخامتها حلوة وشكلها شيك جدا واساسية بالنسبة لي، لانها يعني بتنقذك لو عندك مناسبة مش عارفة تلبسي ايه، فسهل جدا تنسقيها. فاستنوا فيديوهات تنسيقات وكده. ومعها السلسلة دي، السلسلة دي عشان لو انتي من الناس اللي مش بتحب تمسكها كده او تمسكها كده يعني، تاخديها معاكي مثلا وتبقي تركبيها وانتي راجعة او كده. فانا عن نفسي بالنسبة لي اختراع حلو قوي. بس كده دي اول شنطة وعجبتني قوي وبدلها 10 من 10. تاني حاجة ده جهاز بينشف المانيكير. بصوا هحط لكم هنا مقطع وانا بجربه وهبقول لكم رايي فيه. يعني هو بصوا بيتحط في مكانين للشاحن، هو ما بيشتغلش بحجاره، هو بيشتغل بالشاحن. ففي مكان للشاحن اللي هو بيكون كبير وفي مكان للشاحن الصغير على حسب الشاحن اللي معاكي، وتحطيه في الفيشه وهتلاقي ده بينور لون ازرق وبعد كده بينشف المانيكير يعني. فانا هجربه واقول لكم رايي فيه. وكان في منه كذا نوع وكذا حجم وكذا سعر برضو، بس ده ارخص واحد فيهم، فانا قلت اجيبه اجربه الاول، لو فعلا هو اختراع كويس نبقى نجيب بعد كده الاحسن منه. بص الشنطة الشياكة دي، اللون اللي بيميز الشتاء، وشكلها تحس ان هي حاجة كده جلد طبيعي، قيمة جدا وتبان ان هي غالية بس هي مش غالية ابدا. هحط لكم برضو اسعارها وتفاصيلها هنا. وبصوا شكلها من جوه فيها مساحة حلوة قوي، وده الدراع بتاعها، والنقشة دي هي اللي مديالها شياكة قوي. فدي تاني شنطة. اخر حاجه بقى واللي هو الجامب سوت. انا ده مهما حاولت افرجها لكم طبعا مش هيبان كده، فانا اتصورت بيه، هحط لكم صور هنا عشان تعرفوا شكله. جامب سوت كده كاروهات، كان في منه اللي هو بيبقى اخضر في ابيض في اسود، وفي منه اللي هو ابيض في اسود بس وبيبقى معاه حزام، فهفرجها لكم في اللبس. فبس كده، هي دي كانت مشترياتي. يا رب يكون الفيديو سلاكم وعجبكم، وان شاء الله بعد كده هشتري كتير من شي ان طالما الموضوع بقى سهل وبقى في ناس بتجيب من غير الجمارك والحوارات الكتير اللي كانت مخلينا مش عارفين نجيب منه.
بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على ألف خير الفيديو الجاي. باي باي. For so long, I was living my life. Who's so wrong? Always.